انت شو هاد اللي عم تعمله؟ ليش عم تحط الفرشة على الأرض؟ بس فترة لبين ما أتأكد من شغلة وحدة، إنه بريم ثاكور صار من الماضي وبس، وما عاد يأثر على حاضرك اللي عم تعيشيه. ما رح ننام على نفس التخت من هلأ لحتى أتأكد. أنت شو عم تعملي؟ أنا رح نام هون وإنتي بتنامي على التخت هنيك. يلا شو اللي عم تعملي؟ ليش عم تحطي غطا التخت على الأرض؟ إذا أنت حابب أنك تنام على الأرض، كيف أنا بدي نام على التخت؟ ما بدي أعيد كلامي، سمعتي اللي قلته، قلتلك قومي نامي على التخت. ما بدي. لك أنت عم تتجرأي تعانديني؟ صدقني أنا ما عم عاندك، بس أنا بدي ضل جنبك. فيك تبعدني عنك لأي مكان أنت بدك إياه، بس إذا أنت حابب تنام على الأرض اليوم فأنا رح أنام جنبك. जब तुम होते हो, जब तुम होते हो, मैं जीती हूँ मेरे. هاي أول مرة من لما تزوجنا بيعمل لا كان مثل ما أنا قلت له. جب تم هاد بيعني إنه هاد أول نصر إلي بهالزواج. شو هاد؟ شو عم يصير هون؟ بادي أما شبكي انتي؟ شو عم بيصير؟ معقولة لساتك نايمة؟ ايه بهاد الوقت لازم تفيقي. بصراحة مبارح بالليل ما في أعذار أبدا، يلا فوتي تحممي لأنه الكل مجموعين. هلأ بدي اتحمم؟ لسه بكير. ايه يلا رايحة اتحمم. استني. لوين رايحة؟ أنا كنت نازلة لتحت، الكل رح يكون هنيك. إذا بدك تعال انزل معي. لازم انزل؟ طيب راح انزل. حمامك سعادة حمام. عن جد بتغني كتير حلو ريكا. شكرا إلك. انتي لساتك هون؟ غبية، وين بدي يكون لكان؟ من وش الصبح تصبحت بهالختيارة؟ شو هالصباح؟ ما عم تقلي كلام مو منيح.
شو هاليوم النحس هاد؟ بس هاي مو مسبه، هاد اسمه منبه، رح يرن بإذنك كل يوم حتى تفيقي بنفس الوقت وما تتأخري بنومك. إذا مو عاجبك منغير الأسلوب. مو معقول أنت كيف بتقري الأفكار يا بادي آما؟ حلو كتير. لا تعملي هيك، لازم تصفي ذهنك، وبدل ما تضيعي وقتك بالنوم لازم تقومي وتعملي الفطور. إيه؟ بسرعة يا غبية. جيبي الصينية معك وتعي لعندي لهون. على شو عم تتطلعوا؟ قربي لعندي، يلا يلا قربي لهون. تعالي. شكلك جنيت يا لكان، يعني انت ما بدك تبطل هالحركات هاي؟ شوت يا اما، لا تتدخلي بين زوج وزوجته لانه هي خصوصيات، وانت بتعرفي كتير منيح القانون بهذا البيت. القانون اللي هو انه الزوج بيقدر ياخد القرار اللي بده اياه. نحن منعرف هذا الشيء، بس بصير يا ابني انك تحكي بهي الطريقة مع يلي اكبر منك؟ لازم تعرفوا كلكم انه الكبار كمان ما لازم يتدخلوا بقصص غيرهم بهالبيت.